في شي يمشي علينا السلطة محطوطة بيدينا نقدنا الراقي بنينا وما حد بهذا سبقنا ما في شي يمشي علينا خذها كاش السلطة محطوطة بيدينا خذها كاش نقدنا الراقي بنينا خذها كاش ما حد بهذا سبقنا الصراحة فيها راحة وهذا اسلوب التفاهم خذها كاش وهالمساحة فيها اخلاق وتناغم خذها كاش الصراحة فيها راحة وهذا اسلوب التفاهم خذها كاش وهالمساحة فيها اخلاق وتناغم ما حد يغير كلامه هالمكان ما به مجامل البزنس مجمع رجاله وشاهده كل الفعالي خذها كاش من هنا نمه الطريقه ما نجامل من نريده السلطه بيدينا اكيده وما حد يعلى علينا خذها كاش ما في شي يمشي علينا خذها كاش السلطه محطوطه بيدينا خذها كاش نقدنا الراقي بنينا خذها كاش ما حد بهذا سواقنا الصراحة فيها راحة وهذا اسلوب التفاهم خذها كاش وهالمساحة فيها اخلاق وتناغم الصراحة فيها راحة وهذا اسلوب التفاهم خذها كاش وهالمساحة فيها اخلاق وتناغم خذها كاش وجهة نظرنا ما في احد يعترضنا نقدنا انشد حفلنا وما لحد راين علينا خذها كاش نقدنا نقد احترافي كل ظاهر وكل خافي نقدنا راقي وصافي باحترافي انتقدنا كاش ما في شي يمشي علينا خذها كاش السلطة محطوطة بيدينا خذها كاش نقدنا الراقي بنينا خذها كاش ما حد بهذا سبقنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في فقرة جديدة من فقرات خذها كاش وعبر قناتكم قناة الواقع وهنا في برنامج البزنس الله يصبحكم بالخير جميعا قبل ما أبدأ التأخير هذا ليس أبدا بسبب مقدم فقرة خذها كاش أو بسبب الزملاء النقاد في فقرة خذا كاش واستغرب حقيقة يعني إنها نجي على الوقت وما نبدأ على الوقت واستغرب تماما إنه عشان دخولية ساعة كاملة عشان أرقص على شيلة وآخر فقرة مهمة وأبدأ نطلع بشكل محرج مع الجمهور الكريم وملتزمين تماما بالوقت إضافة إن جينا اللوكيشن هذا زي ما تشايفين يا شباب للأسف يعني ما أدري يعني ديوانية معرف لوكيشن رسمي هذا ولا وش الفقرة أكواب وبراد البراد هذا الشابه هنا ماني عارف هذا حريميس ولا تلومونا يعني إذا زعلنا ولا تلومونا إذا تضايقنا ولا تلومونا إذا كنا معكم شفافية أنا رفضت إن هذا الشيء إنه يسبب تأخر زيادة وإنه يتنظف قلت لا نطلع بالواقع اللي تشوفونه عشان تكونون كمان في الصورة وعشان نبري ساحتنا إحنا من أي شيء ثاني للأسف شديد شيء سيء جدا للغاية وبداية بالنسبة لي أنا أشوف أنها مزعجة جدا جدا أعطونا تقرير اليوم يا شباب لا تكون تقرير اليوم بعد مجهز عشان تكمل الليلة تمام مو جاهز الله يصبحكم بالخير يا شباب الله يحييكم هذا اللون عليك يجنن انت الجميل والله لونك لون الثوب مع اللوك عبد الخالق شافني زعلان يبغى يلطف الجو والله والله شوف انا متعود على ابتسامتك تحيين عبد الخالق تعطينا باور انطلاقه حلوه فابتسامه عبد الخالق وبداياته
انا اعتبرها حافز قوي لنا كلنا. يعني حتى معيان شوف كيف معقد حواجبه، ما في مبتسم الا انا ونواف. فيا شباب التاخير هذا انا ونواف جانا منه مناعه من كرز. 10 دقائق تزعلك عبد الخالق؟ لا لا في تفرق تفرق الصراحه لما نكون ملتزمين وعلى الوقت جايين. طيب بس ابتسم اول شيء. ابغى ابتسامه. دقيقه نواف والله لازم اشوف ابتسامه. شوف صح ان ابتسم عشانك في مشكله عندك في البنيه التحتيه بس بس والله الثوب حتى على الموضه ايش يسمى هذا اللون الاخضر. والله جاكيتك اللي جنن والله. والله اني متوهقم فيه. طيب وش ما ودي بعد تاخر زياده. اصب عليك بكل خير عبد الخالق وعلى الاستاذ سعود وعلى ابو معيان فهد وعلى جمهورنا الكريم الغالي وعلى المتسابقين كذلك. الصراحه انا من ناحيتي انا دائما اعاني من مساله الوقت والتاخير. تمنيت انه مثلا اذا كان في دخوليه لاي متسابق سواء مبادره دخوليه كان اي كان ما تجي على حساب الفقره الرئيسيه للبرنامج. ممكن تخليها على وقتنا ما لنا. اي ممكن يا فريق الاعداد انكم تاخرون الدخوليه بعد الفقره، ممكن تسبقونها قبل فقرتنا بوقتها عشان ياخذ المتسابق راحته. لكن في وقت الفقرات الرسميه اتمنى ما تتكرر، واتمنى مثل ما قال امس ابو عبد الله ان شاء الله راح يعني نطلع بالفقرات بالوقت المكتوب. احنا مثلا طلعنا الساعه 12 لابد نطلع الساعه 12. اتمنى انه ما هي بحلو انه نكرر الموضوع انه تاخير الوقت كل يوم وكل اسبوع انه يا شباب نبغى نطلع في الوقت. اتمنى انه فريق الاعداد من كثر ما احنا قلنا عجزوا علينا بدخولنا بالوقت اتمنى انهم يستوعبون فعلا. لا مسوين حركه يعني ذبه كذا كاشه على الشاشه خذا كاش ما ادري ايش اذا كان بيتكم من زجاج فلا معيان الله يصبح بالخير. صبحكم الله بالخير جميعا، اصبح على نفسي وعلى الساده المشاهدين وعليكم جميعا. إذا كان المقدمين إخواننا المقدمين والمتسابقين يتأخرون ونحن منضبطين لا ما يصلح. إحنا يا نكون منضبطين كلنا يا نكون متسيبين كلنا. ما يصلح كل يومين أو كل يوم أتأخر نص ساعة أرجع لبيتي واحدة ونص عشاني أنا أجي قبل فقرتي بساعة ساعة ونص. يعني اليوم أنا متندم لأني جيت قبل الفقرة بخمس دقائق وأطلع الوقت. والله العظيم ما يصلح الكلام هذا. حاجة سيئة يعني ندخل احنا يعني احنا ضيوف العمدة الكبير هذا ما ادري شنت الحين انت عمدة كبير ولا شنت لا ما في ضيافة ما المكان لوكيشننا تدري احنا نطلع هنا من لوكيشننا غير نظيف. توك تدخل ليش ما تدخل من العصر؟ من متى عندها علم انه 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 كبير القرية وعمدة القرية واللي هو من متى عندها علم؟ من امس ايش اللي اخره؟ ليه المكان ما هو نظيف؟ ما هل يا 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 ابو عبد الله ما ادري هل حن عشان احنا منضبطين عادي دفدفوهم والشباب يتحملون ولا ايش؟ الشباب الثانيين اهم منا يعني ولا ايش؟ لا فوضى كذا مره فوضى. تدري وش بس تدري وش اللي يعني ملفت النظر يعني او دائما يكون الشباب مركزين عليه؟ الدخوليه فقط لا غير، نظافه التفاعل الدخوليه بعد. انا اقول لك يا الشباب بس يتفاعلون الدخوليه غيرها انا ما عندي ما راح يركز على المتسابق. هذه مشكله كبيره يعني. ثم يأتي إذا طلع من البرايم يقعد يتظلم ويتشاكى ويتباكى ظلمتوني ما ظلمتوني والله ما ظلم كله فعلي منك ولا كانت بت نفسك يوم أنت على الهواء. صحيح. نعم. عموما نأخذ تقرير اليوم ونرجع لكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. بدري حتى تقرير اليوم متأخر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.